السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريت قصة كفاح جميلة قوي للأستاذ محمد ممدوح، حبيت أحكيها لكم علشان تشوفوا إزاي الإنسان المصري ممكن ينجح بالكفاح. هو كاتب قصة نجاحه وقصة كفاحه بالعنوان حكايتي مع تركيا، وبيمسي بالخير على المصريين وكل عام وانتم بخير. ده كان 10 يونيو 2015. بيقول: انا اسمي محمد من اسكندرية، مقيم في مدينة اسكشير. تقريبا دي ممكن اول مرة اكتب بوست في الجروب، وكان بوست جميل جدا. بيقول: بس كنت دايما بتابع البوستات وأحاول إني أتعرف على المشاكل والصعوبات اللي بتقابل المصريين في الغربة، وكانت أكتر حاجة ألاحظها المصريين اللي عايزين يجوا تركيا وبيسألوا عن الوضع في تركيا وإتاحة العمل والمرتبات والأوراق. أحب أعرفكم على قصتي من الفشل، ومش هقول للنجاح بس أقدر أقول للاستقرار. ممكن تكون قصتي طويلة شوية، بس أتمنى إنها تقدر تفيد ناس. في مصر درست في كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، وكنت بشتغل في الاستيراد والتصدير تجارة دولية وتجارة السيارات. سنة 2011 قررت إني أسافر، وكانت تركيا هدفي، وكانت أول مرة أسافر فيها، طبعا كحلم أي شاب إنه يسافر ويبني حياته، لأن طبعا عارفين ظروف الحياة في مصر مش مساعدة. ربنا وفقني وأخدت التأشيرة وقدمت استقالتي من العمل وحجزت تذكرتي وجمدت القرشين اللي كانوا معايا الدولارات وودعت أهلي، وكنت مجهز بعض عناوين للشركات اللي بتشتغل في مجالي وحجزت فندقي. وأيامها ما كانش فيه موافقة أمنية. كنت فاكر بقى يا إني أول ما هوصل تركيا هتاخدني بالحضن وهشتغل والحاجات الجميلة دي كلها. طبعا أول ما وصلت حسيت إني دخلت في شجرة، والإنجليزي طلع بلح مش نافع في تركيا، وإدارة الشركات اللي قابلتها بتتكلم إنجليزي قالوا لي: إزاي هتتعامل مع زمايلك في الشغل؟ وقضيت 27 يوم من إسطنبول لأنقرة لكونيا ولم أجد عمل وفلوسي خلصت. أحاط بي الفشل من جميع الجهات، وقررت إني أحافظ على التأشيرة وأعود لمصر. كان أحد القرارات القاسية. بيقول: أحاط بي الفشل من جميع الجهات، وقررت إني أحافظ على التأشيرة وأعود لمصر. كان أحد القرارات القاسية واللي حولت مجرى حياتي. خسرت شغلي وفلوسي، طبعا رجعت مصر نفسيا وماديا تحت الصفر، غير للأسف طريقة الفكر اللي أسرتي قابلتني بيها للأسف، وغالبا عند معظمنا. وده كان أصعب شيء قابلته في مصر، أسرتي عملتني على إني فاشل، غير كمان انه في اللي شك في رجولتي اللي شكك في رجولتي وعدم قدرتي على تحمل المسؤولية. بس من جوايا انا كنت صح اني اخدت قرار المحافظة على التأشيرة وعدم كسرها، ومحدش كان فاهم ده. عندنا فكر في مصر ان اللي يسافر يقعد 5 سنين ما يرجعش حتى يترمي في الشارع، المهم انك تثبت انك راجل وخلاص وتعمل اي فلوس اذا كان حتى على حساب اهانة نفسك. ومن وجهة نظري الحياة مش كده. قعدت حوالي 7 شهور في مصر في حالة سيئة جدا، لحد ما أحد قرايبي في الإمارات بعت لي تأشيرة سياحية قال لي: تعالى غير جو. زيارة دبي غيرت فيا حاجات كتير، وخلتني أعمل مسح تام للي شفته كله، وجددت طاقتي وفكري. وقعدت 14 يوم ورجعت مصر، حتى ما فكرتش اني ابحث عن عمل في دبي. اتعرفت على احد الناس اللي بيشتغلوا في مهنة او حرفة نادرة وعملتها مطلوبة في مجال الطباعة، داي ماركينج. وصفها هي هياخد وقت طويل، بس اللي حابب يتعرف عليها ممكن يشوفها على اليوتيوب، داي كاتينج بوردز فور برينتينج اندستري. ابتديت من الصفر تاني وتعلمت المهنة، بل وحبيتها واعتمدت اعتمادا كامل اني اتعلمها يدوي،
واستخدم التشكيل اليدوي مع انه كان في ماكينات تشكيل اوتوماتيك، ومفيش في مصر غير شركة واحدة بس كبيرة بتشتغل في المجال ده، وتوكيل ألماني مش مصري، بس ده ما كانش حلمي. يوم بعد يوم أتقنت المهنة، وما كانتش سهلة، تعبت فيها كتير جدا، ما كنتش بسأل حتى صاحب الشغل على فلوس. طبعا مع خبرتي في المجال والبحث عرفت إن تركيا فيها من أكبر الشركات في المجال ده. في آخر سنة 2014 قررت إني أروح اسطنبول زيارة، وبالنسبة للتأشيرة طبعا لكان معايا خطاب من عمل، لأني كنت تقريبا شغال في ورشة وكان حسابي البنكي ضعيف جدا، بس بسبب القرار اللي أخدته في سنة 2011 إني أحافظ على التأشيرة سهل لي أمر الحصول على التأشيرة مرة تانية. اتصلت بشركة من أكبر الشركات بالنت، وعرفتهم على نفسي ورغبتي إني أنضم لفريق عملهم، وبلغتهم الأسبوع اللي هكون موجود فيه في تركيا، بس ما ردوش عليا. على أي حال أنا كنت جاي أتفسح كتغيير بعد 3 سنين شقاء في مصر. أول يوم وصلت فيه تركيا لقيتهم بعتولي وقالولي يا ريت تيجي تزورنا. طبعا رحت أجري. أول ما دخلت المصنع أنا اندهشت، أحدث مكن ألماني، مدرسة تانية خالص. أكتر اعتمادهم 90% على الشغل الأوتوماتيك، بس للأسف لو الكهرباء قطعت محدش هيشتغل هنا. تكنولوجيا المجال ده موجودة هنا من سنة 1999، وده الفرق اللي كان بيني وبينهم. مهما كان أقدر أقول ال3 سنين اللي قضيتهم في مصر في شقاء وعناء عملوا مني فني مخضرم، محسيتش بقيمتهم إلا لما وصلت هنا. صاحب المصنع بيتكلم إنجليزي، قال لي أنت قلت إنك بتشتغل يدوي؟ قلت له آه. إداني أوردر فيه بعض التشكيلات الصعبة، بس أنا فهمت هو عايز يقيس قدراتي إزاي، وقال لي فيه هناك ماكينة يدوي قديمة روح اعملها. المهم عملت شكل ولسه ما كملتش التاني، قال لي بس خلاص كفاية، إحنا هنا عامة مش بنشتغل يدوي، بس حبيت أعرف قدراتك. ومن الواضح إني بالنسبة لهم كنت عفريت إني إزاي أشتغل كده. طلب مني إني أكمل عمل معاهم حتى آخر الشهر بس. أنا رفضت، قلت له للأسف أنا ما كنتش أعرف إنكم هتطلبوني للعمل إلا بعد ما جيت هنا، أسرتي في مصر عارفة إني في زيارة وأنا مش جاهز، لازم أنزل مصر عشان أنهي أموري. نزلت مصر وجددت التأشيرة بسنتين، وكنت تحت اختبار 3 شهور أقعد في تركيا شهر وأنزل مصر أسبوع احتراما لبند التأشيرة بأقصى مدة 30 يوم في كل مرة الدخول. وكانت الشركة بتدفع لي تذاكر الطيران وإقامتي كل مرة، حتى استنفذت 90 يوم كلهم. وطبعا بالنسبة للراغي اللغة في مجال مهنتي مش مطلوب، بس مع الوقت ابتديت أمارس اللغة وأتعرف عليها. قلت للشركة أنا كده وضعي مش نافع ومش هقدر أجي أشتغل بالطريقة دي، أنا محتاج أتثبت. بالفعل الشركة بعتت لي تأشيرة عمل، رحت أخدتها من السفارة، وطبعا في الحالة دي كان بالإضافة للموافقة الإمنية كنت لازم أعمل تصريح عمل من مصر. وصلت تركيا لقيت إذن العمل جاهز، ورحت مرة واحدة بس مع صاحب العمل للأمنيات للتوقيع على أبليكيشن الإقامة، طلب الإقامة يعني. وفي نفس الوقت الشركة استغلت خبرتي في مجال التجارة الدولية، وابتديت أفتح لهم سوق في مصر، وبقيت شغال في مهنتي بالإضافة إلى مكان في قسم التجارة الخارجية الشرق الأوسط لعلمي باللغة العربية. أتمنى أن تكون قصتي قدرت تفيد حد، وأحب أقول للناس إن من جد وجد، وطول ما عندك إيمان وثقة بالله ثم نفسك ربنا هيوفقك. بس أنا عندي سؤال لذوي الخبرة والعيش في تركيا، في حالتي كنت عايز أعرف إيه هي حقوقي في العمل أو الحياة؟ ليه الحق في الحصول على الجنسية ولا لأ؟ لأن سمعت كلام على إنه اللي جاي بتأشيرة عمل له حق الحصول على الجنسية، وإيه الإجراءات في الحالة دي؟ لكم جزيل الشكر وأتمنى التواصل. تعليقي على الموضوع دوت إن زي ما قلنا إن اللغة مهمة جدا، إن أنت لازم تتعلم لغة حتى تبدأ قبل ما انت تسافر تركيا هنا في مصر، وبعدين المهنة او الشغل اللي انت هتشتغله هناك ما ينفعش تروح هناك ولسه هتدور على اي حاجة تشتغلها، لان ممكن تاخد وقت طويل وفلوسك تخلص وتبقى الحالة عندك سيئة جدا. حاجة مهمة جدا غير انه تعلم مهنة، يعني راجل اتعلم مهنة من الصفر وقال حاجة في نص الكلام انه اشتغل في التجارة والتصدير والاستيراد هناك في تركيا،
يعني بقى فتح أسواق للمصنع بتاعه من تركيا للدول العربية، لأنه كان بيعرف لغة عربية. فالاستيراد والتصدير ده برضو محتاج إنك تتعلمه، ما تستخسرش في نفسك إنك تاخد كورس في التجارة الإلكترونية وإزاي تعرف إزاي تصدر وتستورد هنا في مصر، ويا حبذا تاخد معاك شهادة معتمدة من إنجلترا أو أمريكا علشان الناس هناك يرفعوا لك القبعة، وتروح تقدم لهم نفسك إن أنت راجل خبير في هذا المجال. ده تعليق على الموضوع دوت، وأشكركم على وقتكم الثمين، ولا تنسوا الدعم بالنقر على علامة الإعجاب لايك تحت الفيديو في اليوتيوب، والاشتراك في القناة، وطبعا نشر القناة لزيادة العلم والمعلومية والفائدة لجميع الشباب اللي عايز يروح تركيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.